طيب الآن بدنا نبدأ في الباب الرابع، بدنا نحكي فيه عن الدوال. functions تمام، functions يعني الدوال. طيب الآن الدوال هي عبارة عن مجموعة من الستيبس، الخطوات. الخطوات هذه بتكون stored and reused، stored مخزنة وreused انه بتعيد استخدامها. يعني بمعنى اخر انه انت عندك كود بتعيد استخدامه اكثر من مرة بدل ما تعيد كتابته، تمام؟ يبقى هنا اعادة استخدام بدل من إعادة الكتاب. عشان تفهم جزئية انه انت محتاج شغلة بدك تعيد تكتبها مرة تانية، تمام، بدي اوضح لك اياها في مسألة هنا. اكتب برنامج لإدخال اسم شخص والترحيب به. بدك تدخل اسم شخص وترحب فيه، تقول له مرحبا باسمه طبعا، تمام. ما دام اسم شخص طبيعة الحال اسم متغير نيم بتساوي ايش التايب تبعه؟ string input على طول، تمام. يبقى لانه الانبوت اصلا هي بتاخذ string، فبالتالي ما فيش داعي للتحويل. فهنا بقول له please enter your name، وهنا بدي اعمل print hello space plus name. طبعا هاي concat concatenation خدناها. طب تعمل بتلزق string مع string، عشان هيك انت لاحظ انه انا ايش عامل، حاطط سبيس زياده هنا. او ممكن انه هاي الجمله انه نعمل print hello comma، زي ما تعودنا انه البرنت بتاخد اكتر من باراميتر وبحط بيناتها فاصله، وهنا نيم ولحاله بعمل سبيس. هدول الجملتين الناتج تبعهم واحد، وانا قاصد انه انا اكرر لك اياهم عشان تشوفه بعينك انه نفس الاشي. جرب الكود تبعك. ليش ايه؟ الزائد string زائد string، هيقول له مرحبا فلان اسمه اللي انا دخلته، تمام؟ كونكات يا استاذ. يعني هنا انت بتقول له هنا A B C زائد D E F، هذا عبارة عن concatenation، بيلزق string مع string، الناتج انت عندك A B C D E F، تمام؟ فعشان هيك انا حطيت السبيس هنا. هاي عملية اسمها concat concatenation. شغل. ايش اسمك؟ احمد. هلو احمد، هلو احمد. يبقى هدول الجملتين بيسووا نفس الاشي.
هو المطلوب في السؤال هو المطلوب في السؤال. اكتب برنامج لإدخال اسم شخص والترحيب به. طيب يبقى هاي بدنا نلغيها. تمام. ونخليها جملة واحدة. ونرجع نكرر. شو اسمك؟ أحمد. جرب شخص تاني. علي. شغال. لو غيرت لك نص السؤال، اكتب برنامج لإدخال اسم شخصان والترحيب بهما. كيف ممكن تحل؟ اثنين انبوت. هذه نحذفه خلاص انه زي هيك. وهنا شغل. هاي الشخص الأول أحمد. حلو أحمد. هاي الشخص الثاني علي. حلو علي. طيب خمس أشخاص. وهنا بده يصير ايش بدك تسوي؟ واضح ايش معنات هنا؟ إعادة كتابة. لو انت بدك انه انت تعيد كتابة ايش راح تسوي؟ هاي مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ليش كل هذا الكلام؟ يبقى الحل انه انت هذا الكود تروح تعرفه في فانكشن في داله وتخزنه، تكتبه مره واحده وتستدعيه عده مرات، تعمل له استدعاء عده مرات. تمام. طيب يبقى هذا الكلام مش صحيح ان انا اسوي زي هيك. فايش بدي اسوي؟ بدي اكتب داله. كيف بدي اكتب داله؟ الداله في لها تعريف. طبعا هنا الدف اسم الدالة، ده ما بدي أحط قوسين. تمام. يبقى هنا def يعني من define بالضبط تعريف. هنا هذا عبارة عن اسم الدالة. طبعا الدالة لازم يكون في عندك قوسين. تمام. وانت عندك هنا نقطتين. هنا بتكتب الكود تبع الدالة. هيك انت خلصت التعريف. يبقى بدي اعرف دالة شو بدي اسوي. ببساطة ضيف اسم الدالة بدي اسميها ويلكم. طبعا لازم تاخذ قوسين نقطتين. بعمل انتر. كل ما تلاحظ انه انت في عندك نقطتين بيرجعك انه ياخذ سكوب، بيعمل تاب. تمام. فهنا نيم بتساوي نفس الكود هذاك. هاي انبوت انه بليز انتر يور نيم. وهنا برنت ويلكم او هلو نيم. شغل. ايش راح يصير معك؟ ولا حاجه. ليش؟ لانه انت مجرد عرفت الداله، هل عملت لها استدعاء؟ لا. يبقى هنا هذا الكود define function تعريف داله. تمام.
احنا هنا ايش بدنا نسوي له؟ بدنا نعمل له استدعاء call بالانجليزي call يعني استدعاء للدالة call function call طبيعة الحال الفانكشن يعني مش call مكالمة يعني استدعاء للدالة كيف بدك تستدعي الدالة؟ كيف احنا كنا ننادي دالة البرنت؟ هاي برنت زي هيك وحطوا خلص صار استدعاء وهنا نفس الشغلة فبس انا عملت الدالة الخاصة فيها ايش هي؟ قوسين شغل هنا بصها يعني صار في تشغيل لهذا الكود يبقى هذا عبارة عن كود مخزن كتبته مرة واحدة وبتعيد استخدامه واضح مفهوم الدالة؟ انه هنا التعريف ارجع للتعريف بقول لك هنا ان stored and reused steps هي عبارة عن مجموعة من الخطوات او الكود اللي بتعيد استخدامه اللي بتخزنه وبتعيد استخدامه بتعرفه وبتعيد استخدامه تمام؟ هنا هاي احمد شغال طب بدي كمان مرة كمان شخص هاي استدعاء تاني بدك شخص ثالث هاي استدعاء ثالث عدت كررت الكود اللي فوق لا عملت استدعاء بس كيف لا بدك تعمل ثلاث اشخاص هنا بدك تعمل ثلاث استدعاء يعني لازم اخذ شخص استدعاء نعم تمام يعني المختلف عن الكود انه هذا بس اصغر بالضبط هذا الكود انت كتبته مره واحده ما فيش داعي انه انت تعيده اكثر من مره يعني الكود هذا بيشغله ثلاث مرات فايرل يعني هنا انا استدعيته مره واحده صح هاي شغل ايش اسمك احمد طب استدعاء كمان مرة هاي أحمد رجع طلب مني كمان مرة علي هيك استدعائين لازم يكون الموضوع زي ما انت عرفتها هنا بتستدعيها هنا هنا بدك تسميها greeting بدك هذا الاسم انت بتعرفه انت بتحدده تمام بخصوص الاسم كويس انه انت سالت السؤال بخصوص الاسم الان في الفاريبل احنا حكينا انه انت بدك تعرف اسماء متغيرات تدل على المتغير هذا زي مثلا هاي النيم كار سبيد تمام هيك واضحة انه سرعة السيارة 100 او ممكن انه انت تضيف ماكس كار سبيد سرعة السيارة القصوى 100 زي هيك واضح اسم المتغير تمام وهنا نفس الشيء بالنسبة للدوال اسماء الدوال لازم تدل على انه ايش بتسوي هاي الدالة فبالتالي الاسم المناسب لهاي الدالة انه ويلكم او جريتينج لازم تختار لها اسم مناسب تمام وعادة اسماء الدوال بتكون عبارة عن verb فعل يعني هنا على سبيل المثال انه انت عرفت دالة اسمها speed speed هذه عبارة عن noun ولا verb نعم بنفع يكون اسم للدالة؟ لا الدالة بتعمل فعل معين فبالتالي هنا لازم يكون اسم الدالة عبارة عن فعل فبالتالي هنا ممكن تقول له هنا speed up زود السرعة أو بتقول له هنا increase speed صار واضح هاي الدالة ايش بتسوي تمام؟ كيف؟
الجوز ما يعني انه يعني احنا الان بنعرف داله بدون بدون باراميتر، فبالتالي انه بسيبه فاضي. هلقيت حنشوف كيف ممكن انا امرر باراميتر للداله، ساعتها بحط هنا متغيرات. تمام. بس هي عباره عن امتي ستيتمنت، لانه هو مش هيقبل مني انه نعمل اسم الداله بيكون ما يكون لها بادي. تمام. طيب بدي اعرف داله ثانيه ستوب. هذه فيرب ولا ناون؟ فيرب، توقف. فبالتالي بضبط اسم. فبالتالي اسم الداله يعني فعلا بدل انه الداله هذه ايش بتسوي. مثلا لو بتعمل استدعاء لمين شخص مثلا، لازم انسخ ويلكم مثلا 100 مره؟ لا، بتعملها بفور لوب، بتعملها زي هيك. استنى يا استاذ، انت بدك ترحب بعشر اشخاص؟ فور اي ان رينج 10، استدعي لي الجريتنج بالضبط. اما انت تعمل جريتنج 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 10 مرات، لا، انت بدك تركب اكواد مع بعض. زي ما بحكي لك انه انا دائما في الامتحان بجيش بقول لك انه استخدم لي كذا او استخدم كذا، لا، بقول لك اكتب برنامج بيعمل 1 2 3. تمام. انت لوحدك يفترض تعرف انه انت متى تستخدم الفور، متى تستخدم الاف، متى تستخدم اف الس او اف الف، متى تستخدم الوايل. تمام. فهذا الاشي بيجي معك مع المسائل، مع كثرة حل المسائل يفترض انه هذه بينفع معها فور، هذه بينفع معها اف، فبالتالي بدك تحل مسائل اكثر. تمام. تتمرن عليها اكثر. هنا 10 اشخاص، بدنا ناخذ 10 اشخاص. مين بدكم بدنا يعني مين فيكم بدنا نرحب فيه؟ كريم. مين كمان؟ شاكر. خالد. حازم. اسماعيل. ابراهيم. ايمان. صلاح. مين كمان ضايل؟ محمد. ما وصلناش 10. مين ضايل كمان؟ مين ضايل كمان؟ استنى يا استاذ حسن. هيك خلصنا. تمام. في فرق بين التكرارات واستدعاء الداله. حكيت انت هذا الكلام، استنى يا استاذ استنى، حكيت هذا الكلام لو فرضا انت مش عامله في داله، ايش بدك تضطر تسوي؟ انه بدك تلغي هذا الكلام. تمام. وبدك تعمل زي هيك. هنا انه هذا استدعاء بتكرار، لكن فرضا انه انت احتاجت هذه الشغله 3 مرات، انت عندك في الكود في اماكن مختلفه. تمام. في اماكن مختلفه في الكود، هنا الفورما ما بينفعش معها، لا، الداله هي اللي بتنفع معها. تمام. ايش يا استاذ؟ يا استاذ الاستدعاء بيكون انت عندك رجع التاب. شوف كيف هنا الاستدعاء، هذا الاستدعاء هنا التاب معمول زي هيك عشانه جوات الفور. تمام. لكن الاصل انه انت تعمل على بداية السطر. تمام. خلص احنا خلصنا السكوب تبع الفانكشن. هاجيت انت اول ما عملت انتر زي هيك، اول ما عملت انتر زي هيك وعملت باك سبيس، خلاص انت طلعت من الكود تبع الدالة. هذا الكود بالضبط.
جملة 19 خارجة عن الدالة، مش تابعة على الدالة. يا أستاذ الويلكم في جملة البرنت مع كوتيشن. مش عارف انت ايش معرفها انت عندك. هاي انطبعت في الاول تمام؟ مع انه هي تحت الدالة بس انطبعت في الاول، ليش؟ لانه الاستدعاء جاي بعد جملة البرنت هاي. نعم، لو كان الاستدعاء فوق بتيجي فوقيها تمام؟ يا أستاذ سيبك من الفور آي، اعمل استدعاء للدالة هيك مباشرة زي ما انت شايف على اللوح. بس انا قصدي لما انت عملت لي تو استدعاء الدالة عارف، لكن لما بدي اعمل لعدد معين بيكون الامر غير، صح؟ هي استدعاء الدالة الطبيعي هي من غير هذا ومن غير هذا. لا بدك تعمل تاب. امنع الكلام يا أستاذ، امنع الكلام. لا مش هيك يا أستاذ، مش هيك. شوف الكود على اللوح، شوف الكود على اللوح واجلس مكانك وتعمل زيه بزبط معك تمام. في حدا عنده سؤال؟ واضح؟ كيف؟ يا أستاذ الفور هو بده يعمل لعشر أشخاص، بدل ما أنت تقعد تعمل هيك جريتينج عشر مرات بتحطها في فور، استخدم الفور. لكن هاي متى بتفيدك؟ إنه الدالة لو أنت الدالة هذه مستخدمها في أماكن مختلفة في الكود، مرة في أول الكود، مرة في نص الكود، ومرة في آخر الكود، هل بنفع معها فور؟ لا، استدعاء عادي زي هيك تمام؟ طيب اكتب برنامج يا أستاذ، أو بالأحرى مش اكتب برنامج، اكتب دالة لإدخال رقمين وطباعة المجموع. طبعا لما اكتب لك اكتب دالة انه اكتب دالة مع الاستدعاء تبعها، يعني اكتب لي اياها واعمل لي استدعاء لها بالضبط. دف الدالة وبعديها بتنزل على أول السطر، يعني بتبدأ تنزل على بداية السطر تمام، وبتعمل استدعاء للدالة. هاي كمان مرة. طبعاً هنا بطبيعة الحال بدك إنه بدك تعمل استدعاء بدي كود كامل، تكتب الدالة وتعملها استدعاء. موضوع بسيط جداً مر عليك قبل هيك، بس إنه المطلوب ترتيبه على شكل دالة. كيف نعرف دالة؟ ديف اسم الدالة تمام. الدالة ممكن نحن نسميها some
sum two numbers بدل على انه هي فعلا انه هي بتاخذ رقمين، لانه في دوال انه ممكن تاخذ عده ارقام بس هذه بتعمل sum لتو numbers. نقطتين انتر، هذا الكود كله تابع للدال. ايش بدي اسوي؟ ان واحد بتساوي طبعاً طبيعة الحال قلت رقمين مش رقمين عشريين، انتجر انبوت تمام. ممكن تقول له انه انتر ان واحد، وهنا نفس الكلام اثنين، وهنا بدي اقول له برينت ان واحد زائد ان اثنين. بس خلاص هيك خلصنا تعريف الدالة. الآن بدي أعملها استدعاء. استدعاء بنزل هنا أول السطر تمام، وبعمل هنا sum. طبعا أنت عندك في البايثون الإيديتور بي شارب بيقول لك هيك صح شغال، وهي بدي أشغل لك إياه. هاي 3 4 بيطلع معي 7 شغال صح، بس في البي شارب بيقول لك إنه يفضل إنه أنت تحط فواصل، فواصل بين الأسطر يعني تمام، انه شايف انه هنا حطيت لك تحتيها غلط تمام، فبقول لك انه سيب أسطر فاضية عشان بيكون الكود مقروء سهل انه انت تقرأه. فهذا التعريف تمام، وهنا ساب أسطر فاضية، وهنا استدعاء الدالة تمام. بس زي هيك يعني انه هنا شار لك العلامات هذه انه زي هيك، بس يعني انه بيكون الكود مرتب اكثر، فقط لا اكثر ولا اقل. هنا شغل تمام 7 و5 او 7 و8 15 تمام، شغال وهو مطلوب. فبالتالي الموضوع هو مر عليك سابقا، دخل رقمين وتطبع المجموع، بس مطلوب ترتيبه في داله، فبتعرف الداله وبتستدعي تمام. في حد عنده سؤال؟ في سؤال؟ يعطيكم العافية.